هاي جايز، معاكم مينة العبد، واليوم هنتكلم عن اخر موضة الحواجب. طبعا السنة اللي فاتت كانت موضة الحواجب الانستغرام براوز، وهي الانستغرام براوز عبارة عن حواجب تقيلة محددة غامقة. ففي 2019 موضة الحواجب هي down to earth براوز، يعني حواجب طبيعية وحواجب هادية. طبعا لو عايزين تشوفوا ازاي عملت اللوك ده، تابعوا معايا في الفيديو وهقولك بالضبط ايه الادوات اللي استعملتها وايه الخطوات اللي عملتها. يلا، أول خطوة هي البرافو كونديشنينج برايمر، وهو المنتج الأساسي لتنمية الحواجب والعناية بيها. بيديكي لوك كثيف بعد 21 يوم. بحب دايما أنمشط بيه الحواجب الأول، وبعد كده بنتقل إلى Precisely My Brow Pencil عشان أملأ كل الفراغات. زي ما تشايفين استعمالي للقلم خفيف جدا ومش بتقل اللوك خالص، هو مجرد ان انا اعمل شعيرات بسيطة وصغيرة عشان اعرف اعمل لوك كثيف وطبيعي في نفس الوقت. زي ما تشايفين الفرق بين القبل والبعد، بعيد نفس الخطوة للحاجب التاني. اللي بحب في Precisely My Brow Pencil ان هو مش بياخد وقت خالص في ملء الحواجب. وبعد ما خلصنا ملء الحواجب، بحب دايما ادي شوية فوليوم باستعمال الجيمي براو بلس، وهي مسكرة للحواجب تديكي فوليوم وفي نفس الوقت تخلي اللوك طبيعي جدا. وزي ما تشايفين خلصنا جيمي براو بلس، بس عشان نرفع اللوك بحب استعمل هاي براو جلو بنسل. اللي بحب فيه الفورمولا بتاعته حلوة، واللمعة كمان بتليق مع الاوفر اول لوك، ودمجه بسيط ما بياخدش ثواني ان هو يدمج. وبعد ما بخلص اللوك كامل بحب اثبته دايما ب 24 hour brow setter gel، وهو جل شفاف بيثبت لي اللوك لليوم كله. وبكده يكون خلصنا الخطوات والادوات اللي لازم نستعملها عشان نعمل down to earth brow look. وبكده يكون خلصنا فيديو اليوم، فيديو سهل وبسيط، 5 منتجات عشان نعمل لوك طبيعي. طبعا عايزه اقولك ان 5 منتجات يعني ان انت ممكن تعملي حواجب طبيعيه برضو، باستعمال منتجات معينه وتكنيكس معينه كمان عشان تعملي لوك هادي ومش تقيل ومحدد زي ما انت كنت فاكره. طبعا سهل قوي الخطوات، وياريت تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معايا النهارده، واشوفكم تاني ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي.